الأفضل إنه إحنا أوكي. هلا أميغوس، أنا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم ما راح نسوي فيديو كيف نذاكر في العطلة. هذا الفيديو خاص بجامعة البكالوريا أي الثانوية العامة، بس كمان إذا أنت كنت عم تدرس في الإعدادي أو الثانوي أو عندك مناظرة هذا الفيديو راح يفيدك كتير، لأنه راح أقدم لكم هون نصائح كيف أنتوا تذاكروا في العطلة. سو إذا أنتوا أول مرة بتشوفوني حبيتوني من أول نظرة، اشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الأحمر واضغطوا هون على الجرس عشان دايما يوصلك نوتيفيكيشن كل ما بنزل فيديو جديد، لأنه هلا صاير الجرس أهم الاشتراك في حد ذاته. وأكيد لا تنسوا اللايك، وصلوا هذا الفيديو ل 3000 لايكس، ولا تنسوا أنكم تتابعوني على الإنستغرام، راح أحط لكم هون اسم حسابي، كمان بخليكم اللينك تحت لأني هناك بددش معكم بشكل يومي، كمان بنزلكم دايما ستوريات وتكونوا أبديت لكل شيء. بلا طولة حكي يلا نبلش. أول شغلة سووا جدول للمذاكرة مشان أنكم تكونوا منظمين، لأنه الشخص الغير منظم هو شخص عبارة عن يسقي في صحراء متوقع منها أنها تصير غابة، خلافا عن أنه لما تسوي جدول راح تكون شخص منظم، كمان راح تكون عندك رؤية كاملة وشاملة لكل المواد، بمعنى أنك راح تكون متأكد أنك ما ضيعت كل وقتك وكل العطلة على مذاكرة مادة واحدة. هلأ أكيد بيخطر في بالكم شلون وكيف نقدر نسوي جدول للمذاكرة، بعطيكم أفكار وأنتوا حسب وقتكم وظروفكم نظموا في يومكم. لا تذاكروا أكثر من مادتين، خلافا عن هيك لا تذاكروا مثلا مادة واحدة على مدى 3 أيام، لأنك أنت أكيد راح تمل منها هاي المادة. مثلا نقول أنك اليوم ذاكرت الرياضيات وبكرة تذاكر الفيزياء، وهيك يعني يوم بعد يوم. مواد الحفظ خليها للصبح، أو المواد اللي بتكون ضواربها ضعيفة خليها كمان للصبح بكير، أعطيها 2-3 ساعات باليوم والبقية خليها للمادة الأساسية. جدول المذاكرة اليوم كيف بيكون؟ أول خانة بتكون فيها وقت لمذاكرة هاي المادة، قديش هاي المادة تتوقعوا أنها تاخذ معكم وقت. ثاني شيء الخانة اللي بعدها بتكون فيها المادة، شو هي المادة اللي راح نذاكرها اليوم. وثالث خانة بتكون فيها موضوع، في المواضيع تكتبوا قديش منفصل انكم راح تذاكروا او اللي شاف بيترس اللي انتم راح تذاكروه. اخر شيء هي خانة الملاحظات اللي بتكتبوا فيها كيف كانت مذاكرتكم، هل عندكم ملاحظات، شو اللي بزبط معكم شو اللي ما زبط، وهيك يعني كأنكم عم تقيموا المذاكرة تبعكم. ثاني نقطة كتير مهمة، بعرف كتير عالم في العطلة بتسوي كتير ساعات خصوصية، كثرة الساعات الخصوصية بتضيع عليكم كتير وقت، فحاولوا انكم تقللوا منها على قدر المستطاع لانه الكثرة تساوي قلة البركة. ثالث نقطة مهمة جدا، ابدا 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 لا تدرسوا في جماعة او في مجموعة، العطلة هي عبارة عن مذاكرة لإلك انت بس، لانه لو بتذاكروا في مجموعة راح تصير عبارة عن نميمة، فلان شو سوى فلان شو سوت. سو من الافضل مشان نربح وقت اكتر انه احنا نذاكر لحالنا، بس لو اجيت على مرة يعني عادي، انت منك فاهم شيء او فيك منه فاهم شيء فانت تقدر تساعده او هو يقدر يساعده، وهيك تحصل افادة للطرفين. النقطة اللي بعدها، بعرف في كتير عالم لما تكون عم تذاكر بتحب تستعمل اللابتوب اما لبحث عن معلومات او انها بدها تسمع اغاني وتفر. وقت المذاكرة تبعكم شيء اسمه لابتوب وموبايل، بتقولوا له باي باي بيبي الى اللقاء مع السلامة في موعد جديد. حتى لو انك راح تقول انه انا اول فتي استعمل الموبايل مشان انه انا اذاكر اللابتوب، نو بيبي، هي حجة مشان انك انت تعطي مشتتات لحالك اكتر، لانه مهما كان ومهما كنت حتى انه بدك تستعمل مثلا لابتوب مشان انك تحضر فيديوز بخصوص الدرس اللي انت عم تذاكره او اي شيء من هاي النوعية، في الاخر راح تلاقي حالك فتح مواقع التواصل الاجتماعي وعم بيضيع وقتك على الفاضي. لما تيجي تراجع المعلومات اللي انت ذاكرتها راجعها عن طريق الكتابة، لانه هيك بتترسخ معلومات اكتر واكتر بمخك. هلا النقطة اللي راح احكيكم انا فيها كتير 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 مهمة، فبدي اياكم تركزوا عليها وتسطروا بالاحمر اكيد وبدون اي شكل ملخصات. على مدرستنا بندرس كتير معلومات، هاي المعلومات بتكون ابدا منه مهمة، بس ما بعرف ليش الاساتذة بيحبوا يعطونا هاي المعلومات. anyway baby cool down، الحياة حلوة بس نفهمها، انت لازم تسوي ملخصات. انا متأكدة انه في كتير عالم منكم هلا عم يحضروني هاي الملخصات اوريدي كانوا مسوينها، انه عم يتذاكروا يوم بيوم، شاطرين يا بيبي. بنصحكم دائما انه هاي الملخصات تسووها في الايام العاديه تبعكم، مش تجوا في العطله وتسووا هاي الملخصات لانه راح تربحكم كثير وقت، فاهمين كيف؟ بس اذا انت ما سويت الملخصات اتس اوكي. غير عن هيك لا تنسوا انه هاي الملخصات هاي لازم انتم تحفظوا منها، هذا الشيء اختصار وربح للوقت بطريقه خرافيه جدا. تخيل انك المفروض تحفظ كتاب كامل او كراس كامل، راح تصير تحفظ ورقات. سو جو بيبي ولخص دروسك. الشيء كمان كتير مهم ولازم اضوي عليه، انه لما تتعبوا او سهرتوا كتير وصدعتوا خلاص يعني المعلومة ما عم ترضى انها تفوت لدماغكم، الامر سهل وبسيط جدا، هون توقف المذاكرة وتروح تنام. ابدا لا تتقوى على حالكم، لانكم انتم مفكرين انه انتم لما تتقوى على حالكم الفكرة هي راح تفوت لراسكم، بس بالنهاية بتكونوا ضيعوا وقتكم، بنفس الوقت بيكون جسمكم
منه متقبل اي شيء. انا بعرف انه ضميركم يخليكم انكم تتقوا على حالكم، بس احسبوها بالعقل شوي بالمنطق. جسدك وقتها بيكون منهك وكتير تعبان، فبالتالي عقلكم منه قادر يتقبل اي معلومة، وانتوا عم تكونوا تخسروا الوقت على الفاضي. فمن الافضل انه هداك الوقت اللي راح تخسروه تروحوا على الاقل تناموا فيه وتريحوا فيه حالكم. وفي هاي الحالة بنصحكم انكم انتوا تشربوا كأس حليب دافي مع العسل، لانه بيريح اعصابكم، بيحسسكم بالاسترخاء، بيهدي كتير الاعصاب. بعرف هاي النصيحة اللي راح اقلكم اياها تعرفوها كتير منيح، بس لازم كمان نذكركم فيها. مكان المذاكرة تبعكم لازم يكون مليان هيك بأشياء إيجابية عشان تحفزكم على الدراسة. غير عن هيك لازم يكون هادي جدا، لأنكم والطبيعي ما رح تقدروا تذاكروا في مكان مليان ضجيج. هاي النقطة كتير مهمة كمان، ركزوا معي. في العطلة كل العالم بتكون عم تحاول إنها تذاكر أكبر عدد ممكن من سلسلة التمارين لزيكزيغزيز لسيغي فولا. فلهيك ضروري جدا قبل ما تبلشوا مذاكرتكم تكونوا مختارين سلسلة التمارين بشكل كتير حذر. لازم تكونوا متأكدين انه التمارين هاي مش مكررة. تخيل انك انت هلا سويت 100 سلسلة تمارين، وبيكون في سلسلة التمارين هاي متكرر 150 سؤال. تخيل، شوف انت قديش ضيعت وقتك انك انت عم تكرر تجاوب على 150 سؤال، في عوض انك انت كان بامكانك انه انت تنجز 150 سؤال غير متكرر. غير عن هيك لما ما تسووا كل سلسلة التمارين هاي الكثيرة اللي عندكم راح تحسوا بالإحباط. فمن الأفضل انكم انتم تخففوها وتقتنوها بعناية عشان يكون الشيء متركز على الجودة مش الكمية. كمان خذوا الامتحانات الوطنية السابقة وبلشوا انكم انتم تحلوا التمارينات اللي انتم وصلتوا لها لحد هلا. بمعنى حلوا التمرينات بالمستوى اللي انتم وصلتوا له بالدروس اللي انتم ذكرتوها، لانه اكيد امتحان وطني بيكون على مدار السنة كاملة وانتم اكيد لسه ما خلصتوا السنة كاملة تبعكم. فانتم ذاكروا التمرينات او حلوا التمرينات اللي لحد هلا وصلتوها، لحد هلا الدروس تبعها ذكرتوها. هيك بنكون عم نخف على حالنا اكثر واكثر لما نجي بنهاية السنة بنذاكر. وهلا اكيد ما فيني انسى الحفظ، لانه انا متاكده راح تحفظوا كتير. لما قلنا نحفظ بالملخصات تبعنا، كمان مهم جدا انه كل مره بنراجع الحفظ تبعنا عشان ما ننسى. وانتم راح ترجعوا للسمستر الثاني او الترمستر الثاني تبعكم، فبتكون عندكم دروس جديده انكم بدكم تذكروها. فانتم شو لازم تسووا في الاشهر السابقه بعد ما تخلصوا المذاكره تبعكم بخصوص الحفظ؟ كل ويكاند تبعكم بتحاولوا تاخذوا الملخصات هذيك اللي انتم لخصتوها وتبلشوا تراجعوا الحفظ تبعكم عشان ما بتنسوا وتضلوا دايما متذكرين. حاولوا على الاقل اسبوعين بتخصصوا ساعتين او ساعة لهذا الشيء. هذا الشيء كتير مهم، رح تريحوا حالكم كتير بالمذاكرة بنهاية السنة. وهلا بنيجي لاخر نقطة اللي خليتها انا اصلا متعمدة للاخير. انا بعرف انه في كتير عالم فيكم هلا عم يمروا بديبريشن، احباط، عم بيقولوا عنا كمية هائلة، كيف رح نذاكر كل هذا؟ اول شيء بدي اقولكم انه احنا اللي سبقناكم مرينا بهي الاكسبيرينس، فاذا احنا نجحنا اكيد انتم بتقدروا تنجحوا. غير عن هيك حاول انك تكون لطيف مع حالك في هاي الفترة، ما بتضغط على حالك اكتر واكتر. وكل ما حسيت بتوتر بنصحك انك تمارس الرياضة. انا عن نفسي لما بكون كتير متوترة بروح للجيم مارس الرياضة، كل خلقي عم فشوا في الرياضة، فعم حس كل نيجاتيف فايبس كلها راحت. حاولوا انكم انتو اذا بتحسوا بهيك بطاقة كتير سلبية روحوا اركضوا، روحوا للجيم، سووا زومبا. حاولوا انكم تشدوا طاقتكم وتتخلصوا من هديك الطاقة السلبية. ومحيطكم ضروري جدا يكون نظيف، لانكم محتاجين في هاي الفترة الكلمة الطيبة. بس كل ما فقدت الحماس تبعك للمذاكرة، خلي هدفك هو الوقود تبعك اللي يوصلك للشي اللي انت بدك اياه. الحافز تبعك هو هدفك، وحاول انك تستمتع بالرحلة تبعك، لانك انت الوجهة راح توصلها راح توصلها. فخلي كل تركيزك على الرحلة وانبسط فيها، وخلي ببالك وتذكر النتيجة كمحفز وليس كضغط. بتمنى انه هاي المعلومات فادتكم وهاي النصائح فادتكم. نلتقي ان شاء الله في نهاية ابريل. انا بحكي عن العالم اللي بيدرسوا بكالوريا، مو على الفروغز بشكل عام، مو على فريقنا بقصد، اللي ما بيعرف انه فريقنا تيم فروغز. غير عن هيك الفيديوين الادمين كتير مهمين وكتير مرتبطين بهذا الشيء، لانه رح احكي قصص حقيقية، منها اللي صارت معي، منها اللي صارت مع احدى متابعاتي. وعن جد لازمكم تحضروا هدول الاثنين فيديوز لانهم كتير مهمين. كونوا متأكدين انكم انتم مشتركين في القناة ومفعلين الجرس. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ديروا بالك مع حالكم احلامكم وقلوبكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوا بسليمة، باي. اخر شيء هي الملاحظات عادي انه اوكي ضغط الكلمة. اول شغلة سد